شوفوا هالطبق هاد شو حلو، شايفين بالكاسة تحت في عنا قاعدة معمولة من اللوز والتمر، وفوق التوبينج معمول من الكاجو والستروبري والموز. هذا بنسميه احنا تشيز كيك الكاسات، اللي هو بالكاسة بنحط. طبعا عشان نعمل هاي الوصفة اللي هي كتير لذيذة وشهية، تعالوا معي تنشوف المقادير وكيف بنحضرها. حتى نعمل التشيز كيك تبعنا الشهي واللذيذ والصحي كتير، في عنا هون نص كوباية جوز هند، في عنا هون حوالي 10 حبات من العجوة التمر منزوعة النوى، في عنا هون كوباية من اللوز، في عنا نص كوباية من العسل ورشة ملح. للحشوة طبعا اللي هو التوبينج التشيز كيك من فوق، في عنا فراولة، يعني قد ما بتكون فراولة لحوالي نص كيلو فراولة، في عنا موز، انا حاطة موزتين، في عنا هون كوباية من الكاجو المنقوع قبل بيوم، وفي عنا ربع كوباية زيت جوز الهند وعصير ليمون، معلقة فانيلا. هلا هون حطينا بالماكنة هاي العجوة، وهلا بحط اللوز وبحط جوز الهند. وبحط شوية فانيلا ورشة ملح. بغطيها. ونطحنها. هيك هاي طحناهم مع بعض، شايفين كيف؟ هاي زي ما انتم شايفين هون في عندي الكاجو اللي نقعته قبل بيوم، هلا راح احطه هون. راح احط الستروبري الفراولة. شوية فانيلا وعندي يعني قد ما بدكم عسل، انا راح احط تقريبا يعني ثلث لنص كوباية عسل بدون ما اقدر، يعني طبعا هاي شوية عندي صغيرة البلندر فبدي افرم هدول بعدين بحط الموز. راح احط عصرة ليمون. عصرة ليمون بس مش اكتر، وزيت جوز الهند. طبعا هيك ورشة الملح، هيك بضل عندي بس الموز. هلا بطحن. هلا بحط الموز، طبعا هي طفحت. زي ما انتم شايفين
هلا بحطه فوق القاعدة. وهلا بعد ما طحنا العجوة واللوز، هاي هون القاعدة هاي، وهاي في عنا هون الفراولة والموز والكاجو، هاي هم هون حطيناهم. هلا بدنا نعبيهم بالكاسات، هذا اسمه تشيز كيك الكاسات، يعني بالكاسات. هلا شو بناخذ من اللوز اللي عملناه نحط هون، نربصه مزبوط، بعدين بنعبي بالكاسة توبينج. ناخذ كمان واحدة، طبعا من نعبي كل الكاسات. نربصه كويس مظبوط زي هيك يعني. وهاي كاسات التشيز كيك صارت جاهزة، شايفين شهية وغنية طبعا ومغذية. طبعا هاي بس تخلصوهم وتعبوا الكاسات كلهم بتحطوهم بالثلاجة لمدة 6 ساعات. اذا عجبكم الفيديو تبعنا هذا اضغطوا لنا لايك سبسكرايب كومنت شير. نشوفكم مرة ثانية. باي باي.